اوكي، هون مثل ما شايفين consider to earn CUND solution كمان موجود هون. ونحن بنفضل اشياء الزوايا مثل العادي. عندنا to earn CUND اثنيناتهم فيهم 8 goals، بس كيف موزعين؟ شو الفرق بين الاثنين؟ بالنسبه لل earn ال 8 موزعين بشكل اربع طابات مرقمين 1، يعني هيك شكل الطابق، يعني انا شايف اربعه منها لهيدي رقم 1. بدنا نميز بين نمبر 4 ونمبر 1، اوكي؟ هيدا المقصود فيها نمبر اوف ذا بولز، هيدا معناتها الرقم تبع البول بتفرق. ثلاث طابات رقم 2 وفي طابق رقم 4. هيدا بالنسبة لتوزيع الطابات بالارن يو. طيب نجي لتوزيع الطابات بالارن في بهذا الشكل. بالارن في كمان في عندي 8 بولز بس مرقمين بشكل ثلاث طابات منهم نمبر 1 رقم 1 وخمس طابات منهم ارقامهم كل وحده هي 2. اوكي؟ ما في نمبر 4 هون. في يا ارقام 1 و 2 4 يا ارقام 1 و 2. اول اكسبيرمنت استخدم بس ارن وحده منهم. استخدم بس الارن يو. عم بقول لكم two balls are selected simultaneously يعني combination from the earn loop، يعني هلا بس عم بستخدم هاي، اوكي ما لها علاقة، عم بسحب منها اثنين. يعني اذا سالني what is the number of possible choices، شو بتكون عم تسحب انت combination C2 من اصل قديش؟ من اصل 8. منيح لهون؟ يس تمام. في عندنا two events بدنا نجيب probabilities تبعهم بس وبيخلص البارت هون. عندنا البارت A الايفنت A the two selected balls have the same number، هيدي مثل the same color بس هون the same number، ما عندي الوان عندي ارقام، يعني الطابتين اللي عم بسحبهم بدهم يحملوا نفس الرقم. وال B the product of the numbers on the selected balls is equal to 4. الطابتين بعض اسحبهم مع بعض ضرب الارقام تبعهم لازم يكون equal to 4. طلب منكم تجيبوا P of A وهو عطاكم جواب P of B، بس طبعا بتبرهن هيك بس. هيدي هي الاكسبيرمنت 1. بنرجع ننتقل للاكسبيرمنت الثاني. هون ما في كثر الاسئله بكل اكسبيرمنت لانه في ثلاثه اكسبيرمنت، فهمتوا كيف؟ يعني ما فينا كثير نغوص بالاسئله، على فكره شغله حلوه، يعني بصير ما بيقدر يسال بارت هيك فيها حركات فيها صعوبه معينه. خلص هون عم يختبرك هو بيكون بالاكسبيرمنت بمختلف الاكسبيرمنت اللي ممكن يكون. طيب لكن انا بالنسبه لي هلا عم بسحب طابتين، بالنسبه للبي اوف اي شو يعني بي اوف اي؟ بدك تحط اول شيء الاحتمالات تبع الاي. الاي بدك تسحب طابتين نفس الرقم، يعني الطابتين شو لازم يكون رقمهم؟ 2 1 يا اثنيناتهم نمبر 1 او اثنيناتهم نمبر 2. اثنيناتهم نمبر 2، ما في يكون اثنيناتهم نمبر شو؟ نمبر 4. لانه ما عندي الا طابه وحده نمبر طابه وحده. فبيطلع عنا سي 2 من اصل عدد طابات النمبر 1 اللي هن 4 بلس سي 2 من عدد طابات النمبر 2 اللي هن قد ايه؟ اللي هن 3. فهمنا كيف؟ هذا الجواب غير. P of A C24 على C28 بلس C23 على C28. طبعا نحن عاوزين نحط فراكشن وحده C28 ما في مشكله. هو حاب يحط كل probability لحالها بس نفس الشيء. انت فيك تحط اوام C24 بلس C23 على C28. بس اذا هذا السؤال دور انه عم بسحب طابتين هيتهم، طابتين الفور هون المقصود فيها مين؟ عدد طابات النمبر 1 اللي هن اربع طابات. فور اثنين رقمهم 2 يعني عدد طابات رقمهم 2 اللي هن 3. اوكي بدنا نميز بالارقام هون الرقم اللي قاعد بقلب الطابه والرقم اللي برا، الرقم اللي برا هن عدد هالطابات. اوكي بس هيدي دوره؟ نعم انت كنت نايم لما كنا عم ما بحق لك تعرف، يعني كاتب الدوره على فكره شو هي بس انت بعدك مش فايق كاتب على الشاشه يعني تشوفها اذا بدك. طيب هذا بالنسبه لل بي اوف اي، لكن بالنسبه لل بي اوف في بده يطلع 1 اوفر 4. يلا هات لنا سؤال حدا بعده مش نايم، نايمين هلا. شو هن الطابتين اللي لازم نسحبهم ليطلع ضربهم نمبر 4؟ شو لازم نسحب طابتين ليطلع ضربهم رقم 4؟ يلا 2 تايمز 2. شو يعني 2 تايمز 2؟ ما في حركه 4 تايمز 1 يعني طاب 2 طاب 2 probability of what؟ مش فكرت لي 2 تايمز 2 هون
بدنا نحكي نحن شو هن الطابتين اللي بدي اسحبهم ليكون ضربهم رقم 4. هيك بدنا نحكي. وحدة 4 وحدة 1. هيك بدنا نحكي. لكن يا طابة رقم 1 وطابة رقم 4 هول ضربهم. يا رقم 2. يا طابة رقم 2 وطابة رقم 3. اثنيناتهم رقمهم 2. ما في شيء اسمه طابة رقم 2 وطابة رقم 2. هون عم نشتغل كومبينيشن نحن. ما عم نشتغل سكسسفلي. ما عم نسحبهم ورا بعض. عم تفهموا كيف؟ يعني ما إلا معنى تقولوا طابة رقم 2 طابة رقم 2 بتضيعوا هيك. إذا كتبتوا وحدة 2 وحدة 2 ممكن تحطوهم سي 1 3 ضرب سي 1 3 اوعى. عم تفهموا؟ عم تفهموا الغلطة اللي قالها أحمد هلا بطريقة الكتابة لأنه أنتم عادة بتلحقوا الترجمة. يعني هون أنا لما قلت طابة رقم 1 وطابة رقم 4 هيدي ترجمتها هلا سي 1 4 ضرب طابة رقم 4 سي 1 من أصل 1 ما في عندي إلا وحدة رقم 4. الثاني طابتين رقم 2 يعني سي 2 من أصل عدد الطابات 2. بينما لو كنتوا كاتبينها وحدة 2 وحدة 2 الفزدكة يعني هيدي بنعملها بالسكسسفلي. خلص إذا نفس الرقم نحط 2 مع بعض. إذا وحدة رقم 2 وحدة رقم 2 كان ممكن تكتبوا سي 1 3 ضرب سي 1 3 غلط بيطلع الجواب. عم تفهموا؟ فانتبهوا منيح لطريقة الترجمة. هون كومبينيشن هون بنكتب 2 رقم 2 مش وحدة رقم 2 وحدة رقم 2. اوكي؟ هيدي بالنسبة للـ Q of V المفروض يطلع 1 over 4. ايوه. الـ Q of V C23 هو أخذ أول شيء طابتين رقم 2 يعني C23 على C28 ورجع أخذ طابة رقم 1 وطابة رقم 4. C14 المقصود طابة من مصر عدد طابات اللي رقمهم 1 اللي هن 4 طابات. اوكي؟ طابة رقم 4 وحدة من مصر عدد طابات الـ 4 اللي هن 1. بيطلع الجواب 1 over 4. مش الحال؟ هيدي بالنسبة لأول بارت. طيب. هلا بدنا نروح على الثاني بارت. اللي محي هون. وخلي الدكتور اسمه المشاكل. يلا. هلا بالـ Experiment 2 غيرنا الـ Experiment كليا. عم بيقول لنا one of the two earths U and V is randomly chosen and then two balls are simultaneously and randomly chosen from this. اوكي؟ يعني هالمرة قبل ما اسحب الطابتين في طابتين عم اسحبهم مثل فوق بس هالمرة عم اسحبهم من urn انا عم بختارها بشكل عشوائي. عم تفهم كيف؟ one of the two earths is randomly chosen. هون عندي فكرة شو؟ عندي التوتال بروبابيلتي، عندي فكرة لأنه يعني عندي أول شيء يا بدي اختار الأير نيو يا بدي اختار الأير مين؟ هلا هو حاعطيكم اسم الأير نيو. أوكي؟ يعني هون أنا عندي بروبابيلتي لأختار كل أير قد إيه؟ 1 أوفر 2 هي موريدي انسيت. وبرجع من كل أير عم بختارها عم بسحب طابتين أو للطابتين هلا بنشوف هو عشان نركز شو بده يقول. ماشي؟ نحن مش داعي نعمل V يعني بس عم فرجيكم الفكرة. الـ E سماها chosen earn is V، انتبهوا V مش U. انتم معودين يعطيك الـ event اللي هو تبع أول earn. هون حاب يعطيكم الـ event تبع V. يعني هون المقصود فيها الـ E bar بتكون مين؟ إني عم بسحب أي earn؟ عم بسحب مين؟ U. U. الـ F هو اللي ركز عليها وهذا الـ event. الطابتين اللي عم تسحبهم إن كان من الـ U أو إن كان من الـ V ضربهم كمان لازم يكون equal to show. يعني كمان وحدة 1 وحدة 4 يعني P of V جبتوها فوق هيدا رح تكون وحدة من probability اللي حنجيبها تحت للمانشوة. اوكي؟ بعد ما كنا تأكدت اني عم بسحبها من مين من الـ Earn New يعني تعيد الإبارة هي مش تعيد فيها. ماشي؟ أول بار verify that P of F enter E equal 5 over 28 and calculate P of F enter E. هون ليش بيعطيكم جواب؟ كرمال ما توقعوا بفخ معين، هون شو بيجي بيعمل تمييز؟ لك شو بيجي بترجم؟ رح احطه بشيء غلط من هلا. بيجي بيقول تمييز انا هون شو معناتها اف انتر اي؟ معناتها طابتين انا عم بسحبهم ضربهم فور وانا بختارهم من الار مين؟ من الار في. بيجي بيقول بروح على الار في هون. بيجي بيقول الطابتين ليكون ضربهم فور ما في مجال ليكونوا طابتين شو رقمهم؟ من الفي. طابتين بدهم يكون رقم شو؟ رقم 4 صح؟ يعني هي سي 2 من اصل عدد طابات الطول اللي هن قد ايه؟
اللي هن 5 على سي 2 8. يجي هون بيحسبها على الكالكوليتر لهي رح تطلع معه 5 اوفر 14. يجي بفكر انه السؤال غلط. شو رايكم يلي عملته؟ وين الغلط يلي عملته؟ تايمز هاف. هلا هو هون ليش قال تايمز هاف؟ يمكن يكون فهمناها بالصدفة انه والله الفرق بيناتهم على فكرة بتزبط هذه النتيجة يعني. انه بيجي بيقول ما هي probability على اي تايمز probability اذا ضربتها بهاف انا عم تطلع 5 اوفر 28. فممكن تلميذي يكبها لهيدي يمشي الحال. بس بده يكبها هون بده يضربها هون مش. مش بالبرودكت. ايه بس هي من وين اجت الهاف؟ هي اجت انه هون في قاعدة انت على كل الاحوال حتخسر probability على اي تايمز probability اف نون ذات اي. بالضبط هيدي الفي اوف اف انتر اي طالما في فكره تري هون اللي هي محل الفي في عندي هي انا وهيدي هون اليو ساعتها راح تكون مين يبقى فهون في عندي اف الاف نوين ذات اي هي اللي انت عم تحكي عنها هلا هون هيدي اللي عفوا وهيدي اللي هون فهمتوا كيف؟ هيدي هون انت عم تجيب هاي هي اللي جبناها هلا انا وياك هي هاي فهون البي اوف اف انت الاي شو بدك تكتب لي اول شيء بدك تكتب لي قاعده هيدا انه هي بي اوف اي ضرب بي اوف اف نونتد هنا هلا البي اوف اي لحالها شيء يعني probability ان اختار الارن في يعني 1 اوفر 2 ضرب هلا ليكونوا اثنيناتهم رقم 2 من الفي هيدون عم بسحب طاقتين رقم 2 يعني سي 25 على سي 28 بيطلع الجواب ساعتها 5 اوفر مش الحال؟ تمام. طيب بالنسبة للتيس بي اوف اف انتر اي بار بدي افكر بنفس اللوجيك هي بي اوف اي بار ضرب بي اوف اف نون ذات اي بار. البي اوف اي بار هي probability ان اختار الار نيو اللي هي كمان 1 اوفر 2. طيب من هي الاف نون ذات اي بار لما ضيع وقت؟ هي probability انه اسحب طاقتين probability of اف تايمز probability مش شايفينها ولا لا؟ هي حطها وين 1 اوفر 2 وضحت ولا لا؟ مش داعي ضيع وقت عليها بعد ما جايبينها فوق هلا يعني صح هن independent parts بس فين استفيد مسائل بوحده منهم هلا اذا انت حاجه للتو قبل الوان بترجع بتحلها يعني مش مشكله انه ليكون ضرب الفور من اليو يا بدهم يكونوا اثنيناتهم تو يا بدهم يكونوا وحده وان مع الفور يا بدنا احنا اوريدي جبناها طلعت معنا وان بضربها بالوان اوفر تو بيطلع عندي وان اوفر وثالث بارت اكيد متوقعه هلا ديد يوز بي اوف اف ركزوا لي على في جمع شو اسمه جمع هول يوز وما حطيت جمعهم تخسر علامات على اكيد يعني بدك تحط الفور هنا تكتب الرول يعني اي اجباري تحطوها بي اوف اف انتر اي بلس بي اوف اف انتر اي بار اللي نحن اثنيناتهم جبناهم ونجمعهم بيطلع الجواب 17 اوفر هلا استاذ حتى لو هن كانوا اندبندنت سبورتس يعني بين 1 و 2 و 3 اذا في شيء ممكن ناخذها من probability لايفنت فينا ناخذها عاده اكيد سائرت على لايف وان هني عارفة ان بيكونوا صراحة ما خصنش ببعض بس سائرت هوني عمل دمج يعني هوني اخد ايفان ضربن فور وهوني كمان اخد ايفان ضربن شو ضربن فور باقي بس كان ممكن مثلا البارت وان يكون ثري بولز عم تستطرق مش تاني ساعتها خلص صاروا اندبندت على الاكيد يعني خصنش ببعض صح هلا مثلا بهاي عم بسحب كمان طاقتين بس مختلف الموضوع كليا ثلاث طبقات عم بسحب هون عم بستعمل اثنين مع بعض الله. وضربا بده يكون اثنين مش فور يعني هي البارت ما قصة نهائيا لا بالوان ولا بالتو اوكي بس كطريقه تفكير بتشبهها يعني انا عم فكر هون عم ركز على موضوع البرودكت اوف ذا نمبرز فهمتوا كيف؟ طيب هلا رح نروح على البارت 2 يلي هي كمان هيدا اكسبيرمنت مهم مره قلت لكم اياها كذا مره ومهم فكرته ما نرجع نحل عليها يعني وان بول هي 3 بنفس الوقت من هون ومن هون اوكي؟ هون بس بضيع التلميذ بالتوزع هلا حالكم طيب ليش شو اجى عندنا بالبارت 1 استعملنا بس احنا ايرن وحده بالبارت 2 كمان سحبنا طاقتين من ايرن وحده بس انا بختارها بشكل عشوائي بالبارت 3 هلا بنفس الوقت عم استعمل ايدي الثانيين عم بسحب طاقه من الايرن يو اند طاقتين سيمتينيستي من الايرن يو at the same time يعني انا بالمحصلة عم بسحب كم طابة؟ ثلاثة ثلاثة بس مش مع بعض كم شي وحدة
يعني هون يلي بده يفكر يقول عم بسحب ثلاثة من حصل الطابات كلهم اللي هن 16 هيدا واضح؟ هذيك إذا عم بسحب ثلاثة من محل واحد هذيك أين بتصير؟ إذا إجا قال لك حطيناهم كلهم بقرن وحدة مثلا وسحبنا ثلاثة أوكي؟ طيب لكن هون أنا عم بسحب طابة من هون 1 from you وطابتين من مين؟ من الفي هذا السيم يطلع ضربهم على السؤال واحد بس calculate the probability of the event h the product of the three numbers on the three selected balls is equal to 8 yeah بدنا نسحب ثلاث طابات واحدة منهم اثنين طابتين يطلع ضربهم 8 هات نشوف بنبلش واحدة واحدة عشان ما ننسى ولا حالة ممكن نفكر فيها انا بدي بلش اسحب من اليوم بلش بالطابات الاقل بالاحتمالات بتعرفوا طيب هيدي الطابة من اليوم يا بدها تكون 1 يا بدها تكون 2 يا بدها تكون 4 صح؟ صح هات لنشوف انا وياكم اذا بدي اسحبها رقم 1 ما فيك ما عادش بتزبط من واحد من اليوم عم اشتغل هل فيني اسحب طابتين من الفي بشكل انه ضربهم مع ال 1 يطلع 8 لا ما في غير 1 و 2 يا بدك تسحب طابتين رقم 1 بيطلع 1 ضرب 1 ضرب 1 ما بيمشي الحال يا طابه رقم 1 طابه رقم 2 يعني ساعتها بيطلع 1 ضرب 2 ضرب 1 2 يا طابتين رقم 2 ماكسيموم 2 تايمز 2 قد ايه؟ 4 تايمز 1 4 معناتها فرضيه اني اسحب طابه رقم 1 انه اليو التالت فهمنا؟ بالعكس سهل علي طيب هات لنشوف فرضية انه اسحب طابة رقم شو هلا؟ 2 إذا سحبت طابة رقم 2 من اليوم فاست شو لازم اسحب من ال V طابتين ليطلع ضربهم 8؟ 2 من V اثنيناتهم لازم يكونوا شو كمان؟ 2 عم تفهم أول احتمال؟ يعني يا بسحب طابة رقم 2 من اليوم طابتين رقم 2 يعني كلهم 2 يات بيكونوا ساعتها 2 تايمز 2 تايمز 2 إيكوال وات equal to 8 or إذا سحبت من اليو طابة رقم 4 مش غير أصلاً هاي شو لازم تسحب من الفي ليطلع ضربهم 8 واحدة 2 وواحدة واحدة واحدة رقم 1 وواحدة رقم شو 2 أولى طبعاً فهمتوا كيف طلعت الخبرية؟ مجرد ما انتم تفكروا هيك صار السؤال اللي جاي لكم اهم شيء الدينومينيتر اذا بدك تحول السؤال كله لكومبينيشن الدينومينيتر هون شو هو مش سي 316 الدينومينيتر عم بسحب طابه من اليو يعني سي 1 من اصل عدد طابات اليو اللي هي 8 اند طابتين من الفي يعني سي 2 من اصل قديش هون في فالتوتال هو سي 1 8 ضرب سي 2 8 مش سي 316 وعلى فكره فيك تخليه 8 ضرب سي 2 8 لانه هي هون طابه وحده مش داعي لكومبينيشن بس انه فيك تحطها مش هلا بيجي بترجم هودي اول فرضيه شو يعني طابه رقم 2 من اليو يعني سي 1 من اصل قد ايه في عندي 2 باليو 3 3 ضرب طابتين رقم 2 من الفي يعني سي 2 وات قد ايه في عندي طابات رقم 2 هم 5 فهمنا؟ اور يعني بلس اذا بدي اسحب طابه رقم 4 من اليو يعني سي 1 شو هاي 1 سي 1 1 ضرب هونيك بدي اسحب وحده رقم 1 وحده رقم 2 يعني بيطلع سي 1 3 1 3 تايم سي 1 5 هو مش كاتب هيك هو كاتبهم كل فراكشن لحالها وهولي تبع سي 1 3 على سي 1 8 والسي 1 1 على سي على سي 1 8 تعتبرهم 3 على 8 و1 على 8 يعني اعتبر ما في كومبينيشن يعني عم بسحب طابة اذا بدها تكون رقم 2 قد ايه في عندي طابات رقم 2 3 من اصل 8 او 1 من اصل 8 نفس الشيء ايه هون ما بتفرق صح ما فيش داعي انا اعتبرت بانه هيك في كومبينيشن من الفي بحطهم كلهم كومبينيشن لا فوش عمل اول شيء ترجم لك اياها 2 نقطة فاصلة 2 2 شو يعني قصده هون يعني طابة رقم 2 واحدة و2 2 من الفي او طابة رقم 4 من اليو طابتين رقم 2 1 من الفي ولكن كيف حطنا هو 3 over 8 هو اللي حطناه احنا سي 1 3 على سي 1 8 نفس الشيء نفس الشيء هون بيطلع الجواب من 145 فهمنا السؤال؟ يس
ثلاثة اكسبيرمنت مختلفين عن بعض. مهم نفهم قصة موضوع الرقم. يلا في ننتقل لسؤال ثاني. Yes. هلا هروح لسؤال ثاني ما بعرف بظنش حكمله مش مشكلة برجع بكمله بعدين هون ممكن يكون. بس إذا بتطلع الجواب آخر شيء ما بيهمني آخر هم الجواب أنا بيهمني خلاص ما كنا عم نحط الجواب وقلنا لك عنه وأنت كنت نايم شو بعمل لك؟ لك لا ترى الرقم 45 45 200 الجواب هي إيش شو بدك ها؟ ها؟ لما تبكي هلا هي إيش 45 على 224 منيحة ثانك يو ثانك يو نعيم يا هلا حنروح لدورة شو مكتوب على الشاشة فوق شايفينها 2015 الأولى هيدي من الدورات اللي أنا شخصياً بحبها فيها أوكي؟ طيب على فكرة بنصحكم تحلوا دورة 2009 الأولى 9 بتشبهها شوي بالفكرة مش ما مخصصش فيها كثير بس إنه في فكرة هيك إنه بختار شيء على أساسه يعني في هيك knowing that وعشان لا فكرة تدري بس مش ضروري تكون فدورة 2009 كمان دورة حلوة يلا نجي لدورة 2016 خلينا نشوف قديش فينا نحلها consider a box B هي دورة لكان 2016 الأولى أو اللي مش حطتهم بالدالة عشان consider a box B containing 6 cards number اكتبوا مش من واحد لستة رقمين 1 2 3 4 7 9 كارت صعبة في كروتي ببوكس رقمين بهرشة في جيم هون هنشوف and two urns you want and you do such red you want في بقلبه 3 red and 5 black will you do في بقلبه 4 red و 4 black يعني كل واحدة فيها كمان 8 طبيعت بس هولي مقسمين 3 red و 5 black هولي مقسمين نص بنص 4 red و 4 black ماشي وفي عندي هذا البوكس شوفوا الجيم شو بتقول one card is randomly selected from the box سحبت كارت من هون يعني عم بسحب كارت يا حيطلع 1 يا حيطلع 2 يا حيطلع 3 يا حيطلع 4 يا حيطلع 7 يا حيطلع 5 عم بيقول لكم if this card shows an even number يعني شو قصده يعني اذا سحبت مين يعني يا 2 يا 4 يعني هون عندي two possibilities انا من اصل قد ايه ستة إنه مش كله ستة over 6 أنا probability إنه أسحب even number هي قد إيه من هلا عم نحكي 2/6 2/6 اللي هي هاي البي أو سي شايفينها وحيسمي لك إياها بعد شوي المهم إذا سحبت card even بهيدي الحالة you draw two balls simultaneously from you one يعني هوني عملية سحب الطابات من الأرض مشروطة بنوعية الكارت اللي عم تسحبه من الفي إذا كان هيدا الكارت بيحمل رقم even معناتها أنت بتروح على earn you one وتسحب منه طابتين بينما إذا كان هيدا الكارت بيعطيك odd number يعني بيعطيك 1 or 3 or 9 بيأخذ من يوتيوب بتسحب كمان طابتين بس من أي earn من اليوتيوب يعني أنت هون ما فيك تعرف حالك شو عم تسحب طابات من الـ one أو من الـ two إلا لتكون عارف شو ساحب كارت صح؟ يعني هون أنا عمولة هاي الجملة في شيء شرط ولا لا؟ في كونديشن ولا لا؟ يعني هون في بدل الإيفن والأود نمبر بسه بالبوكس فيه يعني أنا عملية سحب الطابتين اللي عم يسحبهم مشروطة بشو؟ من إنه شو هو نوع الكارت اللي عم يطلعها إيفن أو يعني أول ستيب أنا شو عم بعمل؟ عم بسحب كارت يا حيطلع إيفن يا حيطلع شو؟ انا هون عم بسحب من اي بوكس هلا من الفي مثلا شو probability انه يطلع ايفن قد ايه عندك كم رقم ايفن هون 2/6 مو من اصل السي مثل قصه الزهر قريب الهدف بس هون الفرق مش رقمين من 1 ل 6 شو probability انه يطلع 4/6 هول حيعطيك هو اسمه هو اعطاك اثنين حتى ما سميهم وحده بار وحده عاديه الايفن سميه شو اي يعني هون هلا محل الايفن حنحط اي نحن والاود سميه شو أو اللي عندي يعني أنا probability of E هي 2/6 probability of O هي شو 4/6 هلأ بعد ما أنا إجي أسحب كارت بدي روح هون بدي أختار إجباري من أي غير من
نبي 1 وهون على اصحاب من هي يو 1 بار تحت هي. هلا هو مركز على شو؟ على تو ايفنتس. الار انه اثنيناتهم يكونوا ريد، البي اثنيناتهم يكونوا شو؟ بلاك. هلا هو بكل الاحتمالات برايكم ولا بعرف في احتمال مثلا يكون عنهم اذا ما نكفر ار نحن اذا انت عم تسحب طابتين هلا هلا هن بس لونين وحده ريد وحده بلاك يا حيكونوا اثنيناتهم ريد يا حيكونوا اثنيناتهم بلاك يا حيكونوا وحده ريد وحده شو؟ لا لا هو ما جاب سيرتها هلا يعني هن بالحقيقه هن ثلاثه هون ثلاثه رزوق بس نحن مش هدفنا نكفيها هو هدفه يركز على الار وعلى البي. خلينا نبلش فهمنا اول شيء الاكسبيرمنت منيح طيب. اول بارت عم بقول لكم كالكوليت ذا بروبابيلتي بي اوف ار نومينج ذات اي بس يقول لكم نومينج ذات يعني حدد لكم من وين عم بسحب هيدي ما لها علاقه بالايفن والاود خلص انت هلا هون رحت قوام لثاني مرحله يعني تايمز 1 اوفر 3 يعني هون صرنا عم نشتغل هون احنا هلا ار نومينج ذات اي يعني عم بقول لك شو البروبابيلتي انك تسحب طابتين رد من اليو 1 ما في هون ضرب 1 اوفر 2 و 1 اوفر 3 هذيك هذيك الانترسكشن بتصير هذه خلص عطاك اياها يعني قال لك نحن قررنا نسحب من مين من اليو 1 شو البروبابيلتي انه الطابتين اللي عم تسحبوا شو يكونوا يكونوا رد شو راح يكونوا برايك هون جوابها لهي سي 2 قد ايه في عندنا رد هون سي 2 3 على سي 2 شو سي 2 8 هيدي ما بضربها بالبروبابيلتي للاي هذيك ال ال اي اي انت قال هي اللي بضربها فيها فهمت كيف حاولي بس بترجع هيك سي 2 3 على سي 2 شو على سي 2 8 اتفقنا يلي هي رح تطلع 3 اوفر 56 هيدي مين هيدي بروبابيلتي انه ار ار نومينج ذات اي هلا شو هي الاي انت ار هلا ديديوس هي P of what شو عم بعمل أول شيء أنا عم شوف إذا even or odd يعني P of E ضرب مين ضرب P of R نومينج مش الحال وهلا بتعلم السؤال P of E شو هي مش 1 over 2 هالمرة 1 over 2 P of E probability إن أسحب كارت even قد في عندي كروت even 2 من أصل 6 يعني 1 over 3 إذا بدك ضرب 3 على 56 فقلت انا في شيء غلط عندي هون هيك بدي اقول لك انه هي 3 على 28 سوري هي 3 على فهون بتطلع 3 على وبيطلع الجواب اخر شيء 1 اوفر ماشي هي درس الجواب هون يعني ما تعرف الان بظن مني ليه استاذ هي بي اوف ار مومنت ذات اي لحالها هي سي 2 3 على سي 2 8 وبي اوف اي انتر ار هي بي اوف اي مو بي اوف ار مومنت ذات اي هي اللي هي 2 اوفر 6 يعني هيدي عملية تضرب بالهاف أو بالوان أوفر ثري أو كذا هي بتعملها بس بالإنترسكشن تضرب بس يعطيك إياها نومينج ذات بالعكس عم بيسهل عليك أنتوا معودين أسألكم عن هيك فرد مرة عشان هيك من شوية بالسؤال اللي خليناه هيك سألني عن هيك هون سألك عن هيك قبل يعني سهل عليك عم بيعمل شيء منيح معك فهمنا؟ هلا مثلا التاني مش هسهل عليك خلص حطك بالفكرة لك شو إجا سألك هلا هون هون كالكوليت مين؟ بي أوف أو إنتر إر بسرعة سألك فانت هون بدك تعمل هول الستابس شو هي البي اوف او انتر اد شو راح تكون برايك هي البي اوف او لحالها اود يعني ضرب بي اوف ار نون ذات بي اوف اود عندي اربع طبقات اود من اصل 6 عم نتابع معنا هي البي اوف اود ار نون ذات اود شو يعني يعني شو البروبابيلتي اني اسحب طبقتين ار من الار مين هون عم اسحب من وين صرت الار دي من الارن يوتيوب خلينا نتذكر سوا قد ايه في عندكم كام طبيعه رد هذا الارن يوتيوب في عندي اربعه رد واربعه بلاك صح اثنين من اربعه 4 على سي 2 ضرب 4 على 6 ضربت حطيناها بسرعه على فكره هون كان فيك ما تحط القاعده اذا بدك انا اوريدي حطيتها فوق ما في مشكله يعني كان فيك تقول اول بي اوف او انت ار هي 4 اوفر 6 تايمز سي 2 4 على سي 2 يلا بيطلع 1 اوفر 7 وهلا راح يحقق هدفه اللي هو شو probability انه يكونوا اثنيناتهم red يعني P of R هي مين P of R لحالها هي P of E enter R plus P of O enter R واضحة؟ وبتجمعهم مع بعض شو مش الحال؟ yes لك هلا هون شو عملوا هلا اول مرة كانوا يعملوها بس كنت تنتبهوا طالما انت صرت تفهم اللعبة شو اجى عمل هون؟ اجى سفقك اياها بسرعة show that P of B equal 11 over 42
يعني شو مطلوب من خطط بدك تعمل هلا؟ بدك تعمل كل هول اللي فوق، بس بدل ما يكونوا اثنيناتهم اه شو بدهم يكونوا اثنيناتهم هلا؟ فهمت؟ يعني شو معناتها بي اوف بي لحالها؟ اثنيناتهم بلاك، يا بدهم يكونوا بلاك من اول انا ومن ثاني يعني بي انتر اي يعني بلس بي، او بدهم يكونوا بلاك انتر مين؟ بنعود بدي اعمل نفس الستبس تبعهم، بس الفرق هلا ما عادش بدي احط كثير قاعدات، يعني هون بسرعه رح احط هلا 2 اوفر 6 تايمز ليكونوا اثنيناتهم بلاك وايفن، ايفن يعني عم بسحب من الايرديو 1، يعني سي 2 قديش هون في عندي 5 على سي 2 8 اور يعني بلس يطلع اود يعني 4 اوفر 6 واسحب 2 بلاك من اليو 2 يعني 4 على سي 2 على سي 2. إذا حسبت هيدا كله هلا على فراكشن وحدة هيطلع معكم الجواب قد ايه؟ 11 اوفر 3 مش الحال؟ طيب قبل ما نروح على البارت 3 هلا انا اجى على بالي سؤال، مرة سألته على فكرة بامتحان هذا السؤال. إذا جيت هلا قلت لك أنا بالبارت بعد ال 2 رح سميها هيك بارت 2 برايم محطة فوق، إذا قلت لك شو البروبابيلتي إنه اسحب وحدة راد ووحدة بلاك؟ ديديوس deduce هذا السؤال تبعي، deduce the probability of drawing one red and one black أو two boards of different color. أحلى وأحلى يعني إيش بيري يكونوا واحدة red وواحدة شو واحدة black؟ واحدة red واحدة black. طيب أنتوا one minus probability of b. أنتوا بشكل عام أنتوا الطبقتين اللي عم تسحبون إن كان باليو 1 أو إن كان باليو 2 شو بدهم يكونوا؟ يكونوا same color. يا بدهم يكونوا اثنيناتهم red جبناها، يا بدهم يكونوا اثنيناتهم black جبناها، يا شو بعد في احتمال واحد؟ وحده رد وحده بلاك. اه نحن شو متفقين؟ يعني 1 minus probability of b plus probability of b. probability تبع كل الاحتمالات دائما equal to شو؟ اكتبوا هيدي الديفينيشن probability equal to 1. طيب انا جايب ال p of r وجايب ال p of b معناتها probability انه اسحب وحده رد وحده بلاك هي 1 minus p of r اللي جبناها minus p of b اللي جبناها. بكل بساطه خاصة إذا قلت لك ديديوس، ديديوس مجبور فيها الآن. هلا إذا ما قلت لك ديديوس بتحلها بنفس المنطق. بصير بتعمل هيك الزهر يعني مش الزهر، بصير تحط هون 2 over 6 ضرب C1 3 ضرب C1 5 إتسترا بيطلع نفس الجواب. بس منطقي بس فيك ترجع تعيد شو قلت بالضبطين؟ أنا عم بسحب طابتين يا نعيم صح؟ كان من اليو 1 أو كان من اليو 2 حسب الكارد اللي عم يطلع. أو الطابتين اللي عم تسحبهم من اليو 1 أو من اليو 2. إذا ما كانوا اثنيناتهم ريد أو ما كانوا اثنيناتهم بلاك شو إجباري يكونوا حسب الألوان؟ واحدة بواحدة واحدة بواحدة. أنا جيت هون سألتك هلا، سألتك بالسؤال عن بي أوف آر لحالة وسألتك عن بي أوف بي لحالة صح؟ جيت هلا قلت لك deduce the probability of obtaining two balls of different color. طيب إن كل الاحتمالات كلنا شو حيكونوا أصلا؟ أنت يا عم تسحب طابتين ريد يا عم تسحب طابتين بلاك يا عم تسحب وحدة رد ووحدة بلاك معناتها هني ديفرنت قلب مزبوط؟ صح معناتها وجمع البروبابيلتي تبع كل الاحتمالات عارف قد ايه بيكون دائما؟ 1 equal to 1 معناتها البروبابيلتي لهي انه اسحب وحدة رد ووحدة بلاك هي 1 minus جمع اوليك البروبابيلتي او بنحطه معاك. انت جايبهم انت جايب جايب بي او بي معش هون حصكم حلو عم تسحبوا كم طابه بس انتم عم تسحبوا طابه نعم اوكي انه ثلاث طابات ما في في كثير احتمالات بس حظي حلو انا عم اسحب طابتين وحظ الثاني حلو انه ما في كثير الوان مختلفه في يا رد يا شو يا بلاك بتقول يا بلاك. هذا سؤال كان متوقع انت فهمت كيف؟ هلا هون طرح سؤال كونديشنال كمان حلو مفهوم يعني بدي محي هون ها يس اسمح يلا وقتك بدي بعد دقيقه اخر بار عم بقول لكم نورمال ذات تو سيلكتد بولز ار بلاك يعني هيدي نورمال ذات شو نوم جداد بي صح؟ كالكليت ذا بروبابيلتي يكونوا جايين من اليو 1، اليو 1 يعني يعني البوكس شو لازم تسحب؟ نوم جداد بي من اليو 1 يعني الكارد شو لازم يعطيني؟ ايفن نوم جداد بي شو هيدا؟ بي اوف اي انتر بي كثير سهلة بتعمل بتعمل رول بي اوف اي انتر بي على شو؟ بي اوف اي فهمتوا يا شباب؟ P of E فهمتوا أول شيء ترجمناها لـ P of E نوع ذات B
اس اس لاصحابهم اثنيناتهم من البي 1 اجباري اسحب الكارد يكون شو نوعيته اذا بي اوف اي انتر بي جبناها هلا انت عم تجيب بي اوف بي يعني على بي اوف بي اوكي تمام هي بي اوف اي انتر بي هي تمام 2 over 6 times C2, 5 على C2. 1 over 3 على C2, 5 كذا. على بيطلع 5 اوكي. مش الحال؟ يلا بنشوفكم بمدرسة اليوم. باي لما تيقع. باي. باي استاذ.